بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم ما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. صلى الله تبارك وتعالى أن يجيرنا ووالدينا وإياكم والمسلمين أجمعين من النار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أن يسر لنا أيها الأفاضل استئناف هذه الدروس الطيبة المباركة، وهي من كتاب التوحيد للإمام المؤمن في بابه، ولذا الحمد والمنة، فقد لقي قبولا عند عامة الناس فضلا عن علمائهم، فشرحه ثلة من كبار العلماء، فجزى الله هذا الشيخ وهذا الإمام المجدد عن المسلمين وعن الإسلام خيرا كثيرا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى كما جمعنا في هذا البث المباشر أن يجمعنا في جنة فردوس مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أجمد اسماء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أباهرا تحمد ربي تبارك وتعالى استنتشار، يعني الحمد يعني الشكر اللي لاقن سواتيك ربي تبارك وتعالى فيها. إن ربي سبحانه وتعالى ما صنع واخر صورة الذاريات، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إن ابن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما المعنى اللي يعبدون أما صغير اللي يوحدون، يعني التوحيد من ربي تبارك وتعالى في خلق ربي تبارك وتعالى ثق عليه الجن ولا الإنس. أنا فانتفت العلماء كبار العلماء ولا طلبة العلم ولا الفقهاء ولا الأئمة أربعة، سواء فمس التوحيد سواء فمس العقيدة صحان هو مسلم باش يضصحون العقيدة سدس يلود ما سيتمكر ربي تبارك وتعالى. يا ربي سبحانه وتعالى دي مزن وفلكي عما سلك ثبات هاتي يسلم دي مسلم العقيدة يسلم داسن ومشكلة سد مكان ربي تبارك وتعالى ونرى الحساب نضرب ربي سبحانه وتعالى أدعين نكونوا لكني زي مزن وفلكي نضرب ربي سبحانه وتعالى أدعين نكونوا لكني اسم فاتح الخير ما غالق الشر نضرب ربي سبحانه وتعالى أدعين نكونوا لكني الإخلاص لوجه كان في صالح القول والعمل نضرب ربي تبارك وتعالى نكونوا لكني أكتم قران غدا على خير بابد الفرنسول وهو باب ما جاء في الكهان ونحوهم. بسم الله الحمد لله وحده والصلاة والسلام المصنف رحمة الله على ما جاء في الكهان ونحوهم باب ما جاء في الكهان ونحوهم باب ما جاء في الكهان ونحوهم. يعني ولكن اللي كان دماس الأدلة فماس من قضية يعني الكهنة ونحوهم. يعني الكهان جمع كاهن والكهنة أيضا جمع كاهن، وهم قوم يكونون في أحياء العرب يتحاكم الناس إليهم وتتصل عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني هو النايف ذلك هو عراف صلاة 40 يوما، غير أنه هو يعني من أتى عرافا، من أتى عرافا، من أتعرف الحديث لرواة مسلم يعني هي حديث صحيح. وكان غير غير ما خلال انتنا نتسول فماس القضية تشكو أرد نسوال فماس المسائلات أرد نتوي الأدلة
اما يعني كان المسائل اثناء تزوجش الناس الواقع هاتي دوك تمدنا غير ما يسكر ما دي التوين يعني مدن اللي دوك تنسن ولله الحمد والمنة على كيتينا ودي كله دا جماعة اللي دي التوين الحمد لله كنت فهم يعني المسائل اللي دي التوين سمس الامازيغية كنت فهم المسائل الغمس التحريم غمس اني حلا ديني حرم كنت فهم اشكو اردي التوين ولا دي التوين غير العنوان وحده اختوك تندور دوكس كنا نتعوسها فهمس الواقع تستسمي تستسلمي تا زامس الواقع مثلا يخني دير ربي الريبا هادي ربي الريبا متني كان يخني دير ربي زامس المؤسسات الريباوية طرق لديس الفلوس غالي موتيني لفوائدها هو دير ربي هان الريبا تني تسي ربي هان ربي الريبا يدي جاتني إيجات ديرها مريبا أشد عند الله من 36 زنية إن كان ربي هان درهم الريبا يخني تشيط ديال درهم الريبا يشيط دي ذلك يلي ذلك هان يعني لويزا من الربا وين راح تزوج على الواقع هذا غينا ودا داغي في المثال تصور كما مثلا تصور لما زي كان الدرس ولا كان المحاضرات ودا الربا ودا تكون لويزا يعني هو ان ربي سبحانه وتعالى داني الزام باش نسول نمشي ديال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان دين بدر وين هذا في خصها داغ في المثال زغ الواقع باش نبنى تفهم كذلك الشركيات شركيات غير هذا التيتا التيتا تي ربي وانا يسكن وانا يصرف من عباده امورهم ربي سبحانه وتعالى ان ربي سبحانه وتعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ان ربي سبحانه وتعالى انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومأواه النار كل الخير يصحى واني الزوج غير ربي الخير غير واقعين غير ربي زوج غيكا المثال هي غيكا المثال هي تختي سيدي ربي تيغرسي زعما زوج المثال غض ضرب غمس ولا مشكل ضرب نقد ولا لابس ما صالي تي هذا دايت النخمو اكيدين هو عاطي غير عندنا المشكل النخمه شكون الخير الا سديت وزري غير العنوان ادو تقال على غير الا الفرق اتقالني المسائل صور على العنوان مثلا نسول في مسمين في التبرج ان النبي صلى الله عليه وسلم ان ربي تبارك وتعالى ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يثنين عليهن من جلابيبهن هو واش كان يبان الآية غمس الحجاب كذلك غمس الميم غمس الصوم سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي غيوم غمس الحجاب كذا إلى غير ذلك وإني الزوجة غدير بالتبرج تنسى غمس الواقع مين كان التبرج الأصل غمس الميم الأصل غمس الجاهلية أنت كان التبرج الجاهلي أغلبية بكليسة ولا سواء فمين أنا كيحكي غير كان العنوان إجري تنيت وراه يتفصل باش يريك من الخلال عليك شنو العنوان الخيرات اللي تيني تاعي الكم دار الكم انواع الكم الدليات اللي ديال دوري فهم يمكن الكم الدلوري غران الكم الدنيه اللي هي الاميين انا غير هذا غير لا مشكل غير كان الا الفرق فقط الا الفرق هو مدن اش كان مرور الكرام راه يدير كان او سيزري ويا وراك تتفصل وكان تفصيل غير هذا غير لا مشكل هذا هو تفصل يوجلي تزوج سد المسائل زعما الواقع راه غادي تنكم جميع المخالفات الشرعيه انك كيعجبها مخالفه التدخين مثلا على الخمر صوت الخمر حمراء انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا لعلكم تفلحون استيلو ديال الخمر كذا ولا في هذه التشكيله داز الزوج سير بيزو دويت او داز المخدرات او المسكرات تو تسيسيون تو تحبوا الهلوسه تو تلقرقوا بيت تو كله غا تو دير بيه في المعجون اللي خلى الزيت اللي كيف كلو انا تساول فما في الواقع كي الزوج صاص الواقع باش هو اللي دا تساول في السما لا سكني ندير وسط خدمت ثاني اكنتير وسط غما سمي اكنتير وسط غالي اعتقادي غادي اعتقادي خني يسر وانت سي اختر واش نقول غالي اعتقاد فوق لمين لا اكنتير وسط غما سنت من ثاني كتنتير وسط غما الاحسان كتنتير وسط غما المعاملات ني كتنتير وسط كل واش كان ما تشبه بقوم فا ما تشبه بقوم حشابعه ومن ما تشبه بقوم فهو منهم والنير هذا غير هو صنط والنير هو ديال القوم هاني لزيز والنير حبا ديال القوم هاني مادا مادا ديال المحبة المحبة اساسا تقتادت تقتادت مثلا تسمى سيك واير من اوروبا غير المسلمين تقتادت سيز تقتادت تسمى نغوض كلشي تيري تا تنتير ويس تيري تا تيزود نتني التالتة غمس نشان نزل التالتة تنتسيم غورت اكيد وين هي اكتشاف وهذا ديال العرب يعني اكتشاف انا كيما لا يا كتي كركا الحش مثلا ولا كامل كتي كل يا تجلى بهم ثمانية يا تجلى يا غاك يفتك الحاج ثمانية يا غاك يجلو فرغ ثمانية غير تي تفت ودا يلا عرف اسم تي كنا شواف استين تقير ولي تكشف الله من تفكير ماشي نقول له يعني اختي غير اسميتو ولي تكشف يلا عرف ان كاين من اتعرفان فصدقوا يزي غزين صاير لينا ورستو قبل زميت 40 يوما 40 يوما انا غادي لها غادي ربي 40 يوما
الحديث مش كاين 40 يوما، 200 صلاة. الله اشكو سيدة 20 موسع 200 صلاة استكون بيه الزلط الورتي قبل عياذا بالله. يكاد هاسي يفتح عندي الهرب غير انا، هذا هو نسوى في الواقع، هذا تنيت الحديثات تزيد وين خصها تيزوكش في الواقع. هذا شفتهم اسمي الا جيت الاولى الاستقبال زلط ديك سيدة 20 موسع. اصلي الزلط الورتي قبل. لا درت لك من اتى كاهنا وديك العرف وديك الكاهن يعني يدعي المغيبات الى غير ذلك. والتي اللي كيما ناضني هذه الاخبار يا ضناي باش نساو لي ربي فما سي الواقع. انساو في الواقع ولي حتى اللي فتون هذا التحقيري الا كنا هذا التكاش فهمت. اجلس مثلا وفرق ستو دار كرانيان ولا دار كريات. الناس عندنا فروخام لا ميش. هو سامو ديال الطير. ما راه غير ناهي ما راه داخلنا. ما راه غير الاخبار هكا. حتى نساو ديال سلة المحاضرة سلة العنوان يزري. الزوجة الأخيرة في الواقع تنفهم يا ربي. الحاج كي تحاول الزوجة اختي في الواقع خاصك تنفهم انتسم ما يقال ربي غيكا ما يقال غيكا ما يقال معرض ما يقال ويلي الا دار لو كلام مازال مجتمع انت فين كان المجرم يوم كان قلت ولا كريس كي كان الكراج ولا كريس كي كان الخميرة هذا الشيء تقيني صرح عطيني ايتاكتو وي صرح عطيني الفاسو صرح عطيني الوالدون زرزاين داروج زعما زيزنا نبوم عندي الله وانا يفتوها وريني ما راه غادي النار غلو ولا تقزو ولا يخلو العقائد نمدن اشد فيروس اتني هنا دابا سيد مسكين السعارة دابا زن مشعوذين دابا زن الدجاجين في العرافين قلت لك كلهم مول شياطين مول الانس ولا الجن كينفعو انت كانوا راك كينفعو علاش كانت عوصة يقدر يتربي دبر كتبها الله له ولو اجتمعت الانس والجن على ان يضروك بشيء لا يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليه رفعت الاقلام وجفت الصحف كلها هذا كوليسيون يرزقك ربي سبحانه وتعالى ياك يقدر ربي دبر كانت عوصة راس تنزل إي غاك توري قدام راس تنزل ما أصابك ما كان ليخطئك باش داك لي العقيدة هادي ربي ها ما أصابك ما كان إخسى داك لي العقيدة السرور تيك من الديسيال ديسك راه يكضي كذا يوقع كيضيع فلو هي بداية عمل الشيطان ما أصابك ما كان ليخطئك وما اخطاك ما كان ليصيبك اي انك صابر ان نركب ديسك اللغه هذه اللي تيكون ان نراد السجن ما اصابك ما كان ليخطئك اي انك صابر ان تنتكد على السجن وما اخطاك ما كان ليصيبك اي انك ينهن ان نركب الاصابه من خير هذا التوس اللون الملك يا ربك يسلم سليمور ربي سبحانه وتعالى سليمور راه ما سند جديد ربي ضغطي تنزاق جديد ربي سبحانه وتعالى يسلم وقت الجديد ربي تبارك وتعالى ولا المقادير العباد سماسني العداد يشكوز وكلي توكاس وما سمع لي كي انما تورا داك المقادير مش كانت تعيش يسيدو السعيد نغت الشقيق نغت كلو مش كانت تكتو درتني في الرزق كلو المسايا غاتسولو الهداف ما اصابك ما كان ليخطئك السلام عليكم وما اخطاك ما كان ليصيبك ما لا من ربي العقيده افرخ اللي ضر غيول يموت واللي ضر دار غيول امر كيفتاي في الضو اغيول غدي ضري في الضو واللي ضر دار ناس الدوازيام هو الماس يوقع يضر دي ضر دينا كامل ماس الكاميو ملا الحنا دي زري ضر ماس وملالا هو الماس يوقع بقدر الله سبحانه وتعالى كذلك ومثال ماس الطماط غدي ابتلاء جميع كل شيء المسائل فتون سليم وراد ربي سبحانه وتعالى غنقول له واخا مول اللي ينسو لا تجي باش كي الفرنسا كانت غوصا وراك كي الفرنسا كانت غوصا قبل كانت غوصا ولا تفلاك ربي سبحانه وتعالى يغيمو الجن ولا الانس باش كيضرو لانه راك ضرو قبل كان الناس اللي كانت غوصا يورا تفلاك ربي سبحانه وتعالى السلام عليكم باش تبايكي لي العقيده الدرتي العقيده شكون اللي تقدم داك دابا ما رديتش هاد الشيء قال ولا كوراج رويكا ما رديتش السوري خطاك من اتى عرافا فسالوا عن شيء فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاه 40 يوما هذا الحديث اللي يسمع يعني هو لا يفتن زعما سيدي وعرف عرف راكم تي كنت زعما زعما سيدي باش ينسقر بغل معنا تا هو اللي يتكاشى الخطا اللي يتكاشى هو غير هذا منتني العرف الحديث والسين عن ابي هريره رضي الله تبارك عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد عياذا بالنص الله العفو والعافيه من ضرب ربي تبارك وتعالى السلامه قول من اتى كاهنا تقدم معنى الكاهن وانهم كانوا أرواح الليل وراه اللي خدام لي مثلا وصلنا الليل بسم الله
Yeah, that doesn't skip them. No easy. باش الدونت لي تنخطات اللي هي تدخل كي الحمد لله باش الدونت لي سما سلام يمزع مازال تمزع غير نشور نص ساعه اللي هي تدو فوس باش تمسح الصبون هي انت ليش كان مين انقرب بطبر خد عليه التفاق نقول له الاخبار نهار 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 ازلي كان غادي داني قشدري. الحديث الثاني وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم عن ابي هريره رضي الله تبارك عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقال كفر بما أنزل على محمد ولا يقال خطأ نسأل الله العفو والعافية. كاهنا الكهان كانوا وليدي تو الأخبار أنا سمعت خدام دابا صوت الشياطين هذه تو مثلا التصنف إلى السماء كل شيء هذه تو يا الخبر زايد الناس منه غير إلا يودي يستعرف غير من أتى كاهنا تقدم معنى الكاهن. قال هنا وأنهم كانوا رجالا في أحياء العربي تنزل عليهم الشياطين وتخبرهم بما سمعت من أخبار السماء بما سمعت من اخبار السماء اشكو اتنيت واليوم التنين الشهور مسائل ارض الدويه وهو اللي زايد السنه وابن فلس غير لان يس النبي صلى الله عليه وسلم من اتى كاهنا كنا يس النبي صلى الله عليه وسلم من اتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. هذه المشاكل والله اللي أي غوسمان صغير ها غوسمان لا غدرة ولا صغار يتوسم غادي يتوسم خصوصا هذا المسجد اللهم رحم الله قلت لها نسوا كوني حملان وعمين قلت لنا نسوا كان المنطقة ولا نسوا الفمسك الله بلاصتو لا كانوا وران التعميم إلا من رحم الله كما قالوا خوتنا العرب راه الناس طوب وحجر غير غيلا إلا من أتى كاهنا فصدق يا العذاب نكس فقيرين ولا الناس فقيرين إلا من رحم الله عرفتو ندري بيه درب عندنا أزيدي كذا يجلي بيك راه فختي نهار ما زين زكا تجلي يختلوا في ختي نهار يتملل اللي يختلوا في ختي نهار بالفاح وفين اختار غلا خصاص وفين اختار مزنا الدار كلو غانا الا هو يستحنا والله انا اختار ارجازان هانا اللي تيغزين غانينا هادي ربي يخلي ربي يدني في تيغزين فصدقه بما يقول فقال كفر يا الله وزعما تكاد يختار ماشي كاينه رضيكا انا هذا ابو عمر انا هذا ماشي كاتينا النبي صلى الله عليه وسلم يقتل بس كانت غوصاتي اللي هي قالت الضرب غير ربي ضرب في اللعب هذا صوت الصاد أدور تأصال ديال المخالفة تسنديس ديال الوزر تسنديس ديال الدان تسنديس ديال على الأقل هي الشبهة كانت غوصة ديال هي الشبهة ورتي ورتي فوخشك علاش هو بلاص كانت ما كان غالب وقع ولا تيهم ولا طوموبيل يغيش يشكا والراس تيصا يغيشكا البقعة والراس تيصا يغيشكا خيمو والراس تيصا يغيشكا خدم غارد والراس تيدان يلا يغيشكا مازال الفلوس غاتنيكم إذا مسك هذا الاحتيال إيش أسوأ أصلا هذه تسند هذه هذه جد المرة غادي يسبق قيم الوعي عند ربي كذا أجدع من الخصوم عين الله إذا أجدع من الخصوم هذا عندك هذا عندك نخر هذا إذا يزري إذا كنت نسيف لا أنا مثلا في حاش لا أنا مثلا تزريت غير وين يزرع ما تيجي ربي الله ورحمة الله يكون هنا بدر الزراعة الحمر بس ما تعرف في نفسه صلى الله عز وجل يعاملنا أن يعاملنا بما هو أهل له ولا يعاملنا بما نحن أهل له غير قال لي واش فيه هاتي ربي غادي لا المجتمع غنتناقش نتناقش الواقع غنتناقش نتناقش المجتمع يخصني تقول عطني كلمة حق شاء من شاء وأبى من أبى أحب من أحب وكره من كره نشو يهون برا إهني دا برا يا هي غني نسى ونشو إهني دا برا صافي بعد نهي تصريفات نسى مالا لا ربي يفسر زود خطيريها يا العادات متفقين أريد تاش كان زود راش كان تسوز غارش كان دار دار المجرمين دار الكهبان دار ناس يلبس كينا ناس نخلو العقيده ناس نطير في الدين ولا من يحرف ساكنا واللي ما دازني ندخلو لادكس وين اللي ما دازني ندخلو لادكس يغير الاحتجاج هاي الحاج الاحتجاج كان الحاج تروح ليه غارت الغدا غارت الغدا وين اللي ما عندنا مقاطع يعني تفهم بنادنا نكلو زول يبين المواسم الشرقيه أتفهم بذاتنا وكلنا الخراب هذا نكونوا في الفلسفة سوا أنت سوا الغرمي أتستغل في المواطن المواطن اللي يختلي كي يتي دمس الحداد اللي غيلا دمس يميثري اللي غيلا دغي اللي غيبي تدي سي سوا لدغ مواقع التواصل الاجتماعي دي سوا
حسنش كل مول كيسلم ربي سبحانه وتعالى، سواء صوت وصورة أو كتابة تعالى أو سمس البارتاج دمس الناشر إلى غير ذلك. أدو تقادني عوالي هذا أدو تقادني أدو تقاد العتلة اللي سخن من وقت تقاد العتلة اللي ستفلح لي من الدين باش أدي تغلي الغلي. هذا الدار قال المشكل المشكل وغالبا نساو فمس القضية العقائد من الدين لمس الأخلاق من الدين باش تصوني ربي العقيدة الأخلاق. يقول لك غادي نولي شيخ ولا نولي فقيه ولا نولي عالم ولا نولي طبيب ولا نولي مهندس. ايه في ذاك الجيل ديالنا، ذاك الجيل ديالنا اللي كتسولو في القسم التلمي باقي على فطر يقول لك نبغي نولي استاذ نولي فقيه نولي شيخ نولي عالم نولي طبيب نولي مهندس. سولهم برو سولهم ورد عليه الخبر فون غير ناس قسافر وخا نادري زعما زايس بكاسن ارمس كوس دبروس كوس هاروش كان هارو تايب الغفروخا سقسات ما هاد الشباب فوقهم تنيس غاني الله رحم الله نسقسا غا وفروخات لي موسل أورتا ستركين في ترانس وين نسليكي من أسير كيانا دارمي أرضو غان دهمي سقسا غا لي غادي أبوي دغيلا دولا داكني فوقي علاش أشكون بي المجتمع دار غير نظر رحم الله ويدا في لوح البروجيكتورات ويدا في لوح يسوفا ويدا في لوح تيفاوي ويدا عندنا مي يتخلص مزيان الشان مزيان الانسان مزيان الفوق مزيان السودان مزيان الزغن مزيان كلو تلامس المجتمعي الا من رحم الله كون تنقش على المملكه غدر جميع البقاع ويلينا عمو كان مدنا اهميه كلشي هذا هي المشكل وكون ما فانساو صغير انساو باش يربي الدوري الحقوقي مدنا فاتني هي مدنا غماس غماس ندرش لي ختني يا ربي سبحانه وتعالى انما يخشى الله من عباده العلماء يعني العلماء اللي لهم اصل المستوى يعني العلماء ورثه الانبياء هو اللي ربيه يعني هو اللي فين دافع عنكم دافع عن المشايخ دامس الدعاة دامس العلماء دامس المهندسين دامس الاطباء المسلمين اذا من اتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم اذا مشكل ديالني ها هو الحديث يعني الرزم ثم النوري سير الحديث ظني ان قلت لي اربعه والحاكم وقال صاحب على شرطه مع ابي هريره رضي الله عنه وارضاه من اتى عرافا او كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد غير قلنا هي السين من اتى عرافا او كاهنا السين يعني لا يسمي الا يسمى من اتى عرافا او كاهنا السين من أتى عرافا أو كاهنا من أتى عرافا أو كاهنا فصدقوا بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد سنة صغيرة هو اللي فتندر كان ولد مدات سنة من الصحة كانت تحاليل سيدي كان ضروري طبيب عبر لاطونسيون عبر الخزان عبر كذا يقول داسن كليلة غوت يقول داسن كذا وسي الهم الصحة وسي الهم العقيدة وسي الهم الدين حتى الدين راه تعبر أتسندر بالعقيدة ما تعتقد ربي تبارك وتعالى ما تعتقد الأنبياء ما نوالي ولا التوحيد نجي أخي هذا كي الصغير يعني التوحيد هذا يبدو ولا كلها القلب غيتمنى بربي غيتمنى بربي تبارك وتعالى إن الله لا ينظر إلى أجسامك ولا إلى صورك وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم كما قال عليه الصلاة والسلام يعني القلب يهمي القلب فعند الله غي يصير لكم تأسس النبي صلى الله عليه وسلم دابس نتغرس النبي صلى الله عليه وسلم يسد أنت انت كلمتهم يسنكات غرس النبي صلى الله عليه وسلم حتى غادي ندر غير هاد الله على الامه يا العدل نحقين اختي اللي نسول اختي اللي نس غادي كان دار ويكا غادي لا مس الواقع ولي لا ما يتحارب معاه لان انت حرب راس زول مالك اختي ديما يا ربي اختي ديما من زعما ما تنسني يعني اش ندير كان راني يعني ناك ميسمي باباك ميسمي ناك يا سيد الكتاب راك ترى الجداول انك خرقتا تصدقتا انك اويدا اويدا اويدي كريك انا سكان غرساس نغمس نكرا وقضي غرساس نخرا وقران غرساس نخرا وانو اسيدا فولو سيدا هذا قال المشكل ان ما يكون على بال غمس المسائل هذا تصور في مزقه ديال التوحيد شغل كيخلو به راه كيخلو العقيده ومسلم اي ما دين تصور في مزقه المخالفه النظر يعني انحرافات زود تبرز زود العري زود غاد يعني الاختلاط زعما شكون كيخلو الاخلاق ومسلم هذا المجتمع الاسلامي كله كي غيفتا فما صغيكا نسال الله العفو والعافيه لا بد ان تذكرنا ما تسن لا بد
لابد هذا الطبيب يغدا السيد وراه داك دويمين لابد ادي دا سام السيرو يرزاقي شتني كان تيرم تي يفول هيني ميم تسيار تاسن السيريان زود وانا يعطي الزليلي ان يشوف كرا طول ما سوا سيور وهاد وريدي داك يزري شي كل حاجه دو اذا الى الى روسي السيريان انا داخل هو اللي ربي كان انا راه ما سندين ولا الشان ربي سبحانه وتعالى هل لابد الا يسمى ميم الا يزدويمين الا يزوضي رزاقي يا يعني بارا تحتاج هذه يا اختي الجدار من المثال هذاك فين الحاجتي ميم يعني البشرى يا اختي هنا ميكسون ربي سبحانه وتعالى تزال تزال اثنين كل تازم متدين حتى انا كيما انا نبدا غرس يقول لك انا كيما انا ميم كيما انا نهار هنا ربي اذا غرستها ما نستوي حتى لها ما نستوي باش انا نطلع ما زوج لي انا قال لي يا انا هي ميم هي انا هي الشعر هي انا هي الداعيه هي انا هي العالم هي انا هي انا التغيب في الطريق ماشي بدا ماشي بدا يتغرس غير كذا هنا عندي نربي هنا كيسي لا تلاقي كيسي ربي البشارة تلاقي كيسي ربي النذر تلاقي كيسي ربي إلا كيس الترغيب إلا كيسي ربي الترغيب أنا كذا كل يدي نربي سبحان الله عندي نربي تبارك وتعالى إلا كيس قطع اليد للسارق وأن يكون هكذا تلاقي كيس ربي توفوس أو كيس العلماء وبعدين نار من حيرز هنا كيس كاد الاحكام يعني وين يخرج من الكاد اذا كيس قطع عليا دار الاسلام هي دار الحسن الجوار الاسلام دار مخ التسامح دار مخ الصفح دار مخ كلشي الخير اللي لنا دار وانا دوتو تي الزر غير لامي يزر غير لحد حد السارق قطع عليا دار الاسلام دوتو تي الزر غير ربي حد الزنا الرجل حتى الموت ان كان محصنا سواء كان متزوجا او مطلقا زيدو بان ان سبق له الزواج يرهن حتى المطلق هاتي ربي يمين هاتي دات حكم المحصن اللي دار ما يرزمو بلوع هاتو ولا غادي يرزمو بلوع هاتي راه تزول دات تشكل انا كيعجب وانا هاتي راسي تفك ودات تفك ودات راسي تفك ودغي هاتي دو تي تفكي سما سلاح ولا تفكي سما الغرامه ولا تفكي السنازل ولا لو تفكي تو هو اصلي تفك الغدار ربي الله مبارك وتعالى ربي التوبه يتوب لك ربي سبحانه وتعالى هاتي ربي وانا يزناني تاهل نغدي كاتينا اللي تاهل يرزم يزنو هاتي واخا يرزم يعني مطلق يرزم هاتي ربي لا تي ربي حد الرجل حتى الموت اش غادي يدير يا عباد الله العالم بنادم يستنى غلط وهي ربو ذاك اللي جا مئة وتغريب واحد الا دير ذاك ربي الرجل حتى الموت كذلك مطلقه لان سبق لها تزوجت زواجا شرعيا العالم بنوصل ونشكى شنو راه الحدث اني دم مزن مجرمين تسمى زمي زعما العلاقه الرضائيه انك شي بس ما كان يخمون دم مزن ما عرفتي لي على ما نقولش لي مول ورجل لي دم مزن ما عرفت بلا درا كو هنا عندنا الاغتصاب كذلك المثليه الجنسيه عياذا بالله الله يوا والحكم ليه سي الله هذا سلسلو كل مسائل غير هذه هذه هي المشكله ليس الله وادي في جهنم يجينا كل لغه هذو راه دانتيني بدنا غير خطا هذو لي الزلمو رجعها ابداو تيني بداتنا هذه بدا الصراح كلهم احسن ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن هو الحسن من اذهب الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى وان التونس ان سيدنا موسى لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر واني لاظنك يا فرعون مذبورا ورسلت مذبورا يعني مهلوكا ورسلنا ورسلنا زيزنا رب دور تعالى الالواح واخذ براس اخيه يجره اليه يلوح الالواح اللي عندها والله ربي سبحانه وتعالى اي تجرو يعني دوا راه مسبور دابا مثلا الحولي دابا صغير يرجع 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 القمر ديال التعبان يهدوك قالوا مثلا ما سويت لك تسلم مواسم الشركة حتى سنتي غير سيزدها القبور كل شيء سولا تيني هاتي يا 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 ناس ميتو هذا اللي هي المشكل هاتي اختار عندها ما قلنا شغل هو اللين هو الريه اللين غلب لاصنص الريف قلب لاصنص فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك ولوا الخيران هذه نسن ما كان الرفق في شان الله زانا وما نزع من شان الله شان أجس إلا وانا تدرس ما يستنى غسالة إلا ما استنى ارتري ثم ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا وعن عمران بن حصين مرفوعا ليس منا من تطير أو تطير له
أو تكهن أو تكوهن له أو سحر أو سحر له ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بموسى. اختار غير هذه السنديات ربما بها وبها نختم شكون بدي زكي إن شاء الله عز وجل ضرب ربي تورط في قسم حب المرضى. نتكلم مثلا عن القضية الطيرة الطيرة شرك اللي راه مثل الحديث اللي طرونا على علم في النبي صلى الله عليه وسلم الطيرة شرك. الفصل الثاني التطير الطيرة شرك. ندير بينا التطير مثلا تفوتي هي اللي توقع خميزه انا دراس الواقع هذه تفوك رانيان يفكروا باغي مين هي ميراي سوق نتا يري سوق يا ولد هذا مثلا السوق يفوق يفكروا باغي مس مين هي مين ناس نصبحوا ربي وريني ناس ما خلاو اللي هو السوق الناس هذه صبحا في بيروت هذا الدين والد صبحا في باغو وري رمز ما هو الله هذه غادي لا هذه تونا اتسلا ناس من اي اللي غرمين انك غادي تفوت انسان الا من رحم الله البعض يسن يا خوتي يا سندا الخنجة الخنجة سندا يسي له زري وراك ياسي سندا زري والله يا اش عندك كما في الخنجة الراحة لا 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 خويا لا تدي عليه داك الزبرة يتشاءمون من الراحة ازري ازري لا يصلب عليك رجال ولا ربع نشوار ماشي يقول له تنعم الحمد لله قال يا الموحدين العقيدة نصلي صحة كل شيء الله بعد يسن والرد درس تسيت ولا شوافر ولا بصفة عامة إلا من رحم الله والرد درس تسيت أزرق يا سني زازرق يا ذاك إذا نورتي تو إلا قلنا لا هبط عليه ذاك الشيء الزوز إذا زازرق يا هو الزوز ورد درس تسيت إلا ما ديت فون إلا خيمي يعني مثلا يمدوا ولا يسوق ولا كذا يفوه إما قالت في الناس يا ربي سلام ما قال هذا مثلا هو وتي لي يوريني عقيدة إلا ما يسلبني تا وقت هل انت شكا داوك سما سني كون دوار غماني هل يستعد تسمع ود ديد ولا كرا اشتي صافي راهي متكرا غاصو فلاس راهي متغصا راهي متكرا غاما صو دوار يسلاني داوك راهي متكرا غاما صو دوار هادي لي عتي قادي يخش منها اللهم لا تكراني انا هو يضرني الله يربح نيت الحمد لله الفاليف والكناع ويني الفاليف خشني وخاص لكن خصك تفتوس غير يسير لي تفتيل كمل فوق راسني تسوي مزيان تسوي تسوق تسافر تسرح كمل فوق راسني اكيد وري راه غان أكيد يقولي راه غادي غادي تشاوم هذا من التطيرات اللي ندر غيرها ودي العادات نبني لها درس نغال أردي تفوق لا هي فلوغي كانت ساهمني إما أني أفهم أغو إما أني أفكر أني أنو ديال الحميل إما أني أفكر الكذا أني أفكر توك تعمص برا أني يفكروا هاقاي أني يفكروا غيوان أني يفكروا ويديس كان ولا كان حاجتي فلان يوردني في انك نصبح في ربو الدين فوق لما قال غوت والرد هي سنة عن والي ان ربي سبحانه وتعالى وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلنا وذا منثورا هات يغور لي العقيده ولي اللي والو يغور لي التوحيد ولي اللي والو ما لا داعي لنا غيكا ما لا داعي خطر ويربي لنا هكا سواء بدنا ان الله لا يغفر ان يشرك به سواء بدنا لك الشرك وملاخ طوى ربي هي تني داخل الشرك ملاخ وصفى غير بالشركة الزوجة تقدر واقع عاد تسلم بلا تسني في كلمة هادي تكري ويدي غران ولا ويدي ولا غير الزوجة غادي يربي خير راس الواقع اشنو فما مثل التطير ملا خدي يربي غير الواقع زوجة قال لك يدر غير اشنو فما التشاؤم الزوجة خدي يصل الواقع اشنو اي ويلي يصل الله فيك انا اقوى من امتي لم اراهما صنف ثاني من اهل النار هادي هضري الزوجة كتعجب غير مغاربة مانيش عارف والله الذي لا رب سوى هات عجب غيت مغاري مانيك سعران يطفن دير جاز نسن طفن تبيد نجاون دير جاز نت عروات تسوال عادي جدا هات عجب يختار ليه انا مسلم ده مسلم ده في الجمعة ما اختار تولي انا مسلم ده في الجمعة اشو اختار ممكن يغل نصح كرانيات ولا كرانيات الناس يربيك سلح واج نمستر الدات نمستر الحال تنمس هل نسوى بها النوم ما يسافو الهيد سنس جدا مسلم يعني النار بسبحانه وتعالى يا ايها النبي اقل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يثنين عليهن نساء المؤمنين اواتي تي مارين كلو تندي ربي تي مسلمين كلو تند هاتي ما تي انت زواج النبي نهيا تي استيس النبي نهيا تي نساء المؤمنين
نخدي فينا الزمانات والهندس تيمغاري النبي صلى الله عليه وسلم والهندستيس يا دير ربي نساء المؤمنين كلين نايتون دافولكي يا دير ربي نساء المؤمنين يا دير مسلمين يدنينا هالامر ربي امر والامر هنا يفيد الوجوب لانه ليست هناك قرينه تصرفه من الوجوب الى ما دون ذلك يلا من يدير ربي هذه اما تلوه للنبي ديستيس النبي تمغاري نيمومن إلي الحديث صيم ثاني من أهل النار لم أرهما إن شي الله رهود كان صغير جهنم أو تنظر صيم ثاني صيم ثاني من أهل النار يلا صيم ماذا سكر تصور هو ربي ماذا سكر يلا صيم ثاني من أهل النار لم أره بيلك اسمي نساء كاسيات عادي مائلات مويلات إما تميال طعم سنت ولا بسن الله دس ميال ولوني الجزم على رؤوسهن كاس نماتي البخت المائل يعني تقدر تشعر سن دابا صغير سوتو كان تداوت اللورا كاس نماتي البخت المائل ما كيش ان اتي النبي صلى الله عليه وسلم ما عمر اتينا النبي صلى الله عليه وسلم يلعنوهن فانهن ملعون لعنت هاني لعنت ربي واللعن هو الطرد من رحمه الله إذا كيس العادي ظهني لا يجدن ريح الجنة والرادف دا أضل الجنة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها والرادش من الجنة ولا فان تغوص غادي غادي كاينين هذا التينيسي في موسم بلوح لا في موسم ديست ما في موسم وإن ريحها لا يوجد المسافة دي كذا كذا إلا الرواية 500 سنة سمو زيد هم يوزب قطع ملي ما لا سنسكر ملي ما لا سنسكر إيه عرادي ربي تمغارينا زايدة سن التحواش زايدة سن الاختلاط زايدة سن مالك ويا مالي راد ولا مالك زين التين أنا شكا كان التين شكا كان التين إذا إيه تمغارين ولي رياز نسن دولا إيه يلا يزيل ما المصافة عاد الأجنبي يزيل ما الخلوة يزيل ما وكان وهلو ما جروا نضر في ربي دور تدير إيه ما إذا بيت من الأمة هني النار الله وإن الله رجل هاتي زوج جاي دابا سوا مرا دوار بهم العقيلة تاع لينا الدرغيلة عتا فتنت مغاري دابا داري شو واحد في فتنت دار يكهانا فتنت داري بيسكي انا فتنت داري سحاب للمشعوذين اللهم رحم الله هو غادي يقول له على خلاص نستوحي يا خلاص نتوبو من التوحيد كذلك الاخلاق نسن كذلك العلاقة ما سن دارت المغاري اللي يركز نسن هني هاتي عيني ربي يركز ما سن ديتها الكاز اللي يرضى الفاحشة الديت الذي يقر الفاحشة في اهله ولا يدخل الجنة ديوثا ولا ينادي ديوريش الجنة